من أول معاناة أبانا وأجدادنا. أنا والدي بالصيف يروح الكويت على الحدرة على البعارين، الصيف كله يقضيه بالبحر، لما يدخل فصل الشتاء عشان يرجعون يقولون شت عند أهلك الكويت، كلمة شت، شت طبعا روح إنجليزية، لكن هم يقصدون فيها أنه رح أقضي الشتاء بين أهلك، فيقولون شت عند أهلك، فيرجع يرجعون بالشتاء وبالصيف يرجعوا الكويت. فمن من من هالمعاناة في الحل والارتحال على الأبل، مسافة 28 يوم مشي من سدير إلى الكويت، طبعا يمرون عبر على طريق الصمان ويكون فيه دحول، يمكن معرفة من الأخوان الدحول هذه المعروف معروفة الدحول اللي فيها الماء، يقال أنها مضارب نجوم اللي منها دحلب ومروة اللي ذكرها في قصيدته راشد الخلاوي، في دحلب وطوطاحة ودحلب وأبو حرملة، فعرفت الدحول من خلال اللي يمرون عليه ويرتادونها. فهذا رجل من أهل رويضة محافظة ثادق راح للكويت وقعد له فترة، راح مع مجموعة، طبعا ما يقدر يروح الواحد الحالة، لازم يكون مجموعة إبل يروحون معه، يتخاون، تدري الناقة ممكن يصيبها أي شيء، تنكسر تعثر يصير شيء يستهلك الرجال، فيكونوا مجموعة. فراح مع مجموعة ولكن ما الله يعني وفقه برزقه، يبيها عجلة ومو متعود عن الغياب عن الأهل، فقرر أنه يرجع، ولكن رجع هالمرة لحاله. قالوا له اللي حوله اصبر لما يجي ناس اللي يحضرون يرجعون النجد ترجع معهم تخاويهم، والقوة واجبة. رفض، قال له أنا مستعجل أروح. المهم رجع وفي طريقه انتهى الماء عنده، فجاء البحل أبو طوطاحة، هذا يسمى بطاحة، يقال انه نسبة الفرش كبير يدلدل عليه من الدحول، يعني من الدحول، فربط حبله ونزل بهذا الدحل على اساس يروي قربته، يعني يشرب ويعبي قربته. فالدحول عن ما ينقلونها اللي مرتادينها كانت في خلاف مستويات، شيء تكون تطمن وشيء تزحف، شيء على يديك ورجليك تمشي، وظلام دامس وياخذ عزكم الله من الارض من التربه ويكب قدامه من الحصى عشان لا يطيح في الماء مفاجئ، عشان لا يطيح مفاجأة بالماء، يسمع صوت الماء. المهم هذا الرجال ربط حبله بالمطية ونزل انسيابي حتى وصل إلى ظلمة هذا الدحل، حتى وصل إلى الماء، عبى قربته شوي اللي يستطيع حملها وشرب وغسل وجاء راجع. شيء طبيعي أن الواحد يتوثق من الحبل اللي هو رابطه، فأول ما حط يده على الحبل طاح عليه الحبل، يا الله خلاص أيقن بالموت، يقول لك أنا مجرد أنه طاح حبلي عليه خلاص، ما من يدري عني وأنا بطنها الأرض. فيقول بلقت في مكاني وحطيت ظهري، طبعا نقل من ولده، يقول حطيت ظهري في الجال وحطيت قربتي على رجلي 5 أيام، يقول ما أمد رجلي ولا يدي، ما أدري وش تطيح عليه، أهوال حياي وبلاوي في وسط الدحل. فيقول أبد والله قربتي على رجلي لمدة 5 أيام، أحيانا أسمع أصوات غريبة، يقول واحد ينفزع منها، ما يدري الله أعلم جان، ما يدري الأصوات دي وشي، وأحيانا أسمع صوات يعني طيور، أدرك أني في نهار بس ما أدري إيش أنا من حزة. يقول بعد مرور هالأيام يقول 2 يتناجون على فوهة الدحل، واحد يقول انزل، قال هذا والله أني كاشن جلدي من هذا المكان ما ودي أنزل، انزل أنت يا مبارك، فورد اسم مبارك، فهو سمع كلمة مبارك. المهم أصر مبارك أن هذا هو اللي ينزل لأنه خوف منه، قال انزل أنت خوف مني، فنزل. يقول الحين انتابني خوف أن اللي نزل هذا يطيح فيه ويصرخ ويهج اللي فوق وموت أنا ويا ذا. يقول وقعد بس كوده يتعداني، ما يقول مر وتعدى، يقول يوم سمعته يحدف بالحصى قدامه عرفت أنه تعداني. يقول واتطاول الحبل وامسكه، يقول صوت المبارك، قلت تكفى يا مبارك ترى معك خوي ما هو خويك، تكفى يا نشمي انقذني. قال ابشر بسعد. طبعا الصوت هذا اللي قاعد يتكلم صوت بسط الدحل، صوت مرعب، فاسمعها اللي رايح يبي يعبي القربه،
يقول صاب حاله من الهستيريا، يقول رجع يصيح وما حسيت الا رجليه على كتوفي وراقي بحبله يصيح من هاللي هالصوت اللي صدر في وسط هالدحل صدى زي الصدى. يقول ايه، يقول وانا اردد نخوة مبارك انت انخ مبارك تكفى مبارك لا تخليني، يقول على شوي شوي لين يقول مبارك صار جيد. يقول طلعني، يقول يوم صرت حول يعني الطلعه قال مبطي قلت لي ايام، يقول يغطيني بذاك العبات والبشت وذا اللي يطقها الهواء والشمس. يقول يدخل علي طاستن فيها تمر وقهوه وقعدت تاكل شوي لين عرقت، قال عرقت قلت لي. يقول يفرني يلقي وراي الشمس، قال طالع حدرك لا تمد شوفك قدام، اذا عندك خبره انت يا مبارك ذا، لانه لو شوف ممكن يعمى. صح. ناظر تحت، قمت ناظر تحت شوي شوي لين بدت تدريجيا، يقول لين شال عني الغطاء وقعدت انا وياه. ورجع هذاك اللي طلع صايح من حاش، رجع يوم شافن رجال قاعدين يقول رجع وقعدنا، وقال لي من انت؟ قلت انا محمد بن ملفي ابن صبح الرشيدي من الديره الفلانيه. وانتم؟ قال حنا قافله جايين من الشام من ابي الحسن، حنا ورا التله هذه ابائرنا 15 مطيه، هالحين تروح معانا؟ يقول رحت معاهم واكرموني ما قصروا، قالوا هالحين انت ما معك راحله ولا معك شيء، رح معانا للحسه ومن الناس اللي تطلع من الحسه لنجد ترجع معهم. يقول قلت لا اتركوني اعطوني ذهاب. قالوا ايش نعطيك؟ ما تقدر تشيل. يقول المهم اصروا علي. يقول يا اخر شيء قلت لهم يا جماعه الله سبحانه وتعالى حماني وانا ببطن الارض، ما هو ضرني وانا على علوها، اعطوني اللي اقدر اشيله وتيسر. يقول اعطوني. طبعا الطريق هذا طريق الجواد، جواد الابل يسكن عليها باديه من اول، يستفيدون من المره والمره يستفيدون منه. يقول قمت اتزود من كل ناس انا امرهم، اتضيف عندهم واتزود من عندهم. والنهار 17 دخل بيته بقريه الرويضه بمحافظه ثادق، وقال ابيات في هذا الموقف. يقول يا ناشد عني جرالي تسابيب، حسره وصبر الموت نوخ ركابه، وسط الدحل واقنب كما يقنب الذيب، لاجر للصوت طويلا عوابه، كان الدحل موتي تراها عواقيب، موتة حرج ما هي موتة صحابة، الله على مبدأ طويل المراقيب، رجمل عنا لوهني من رقابه، مومد شوفي معرهات الرهابيب، بر تطارد نبوته مع سرابه، يتمنى ان فوق ما الجبل الى ما تشوفه ليش عقب هالظلمة. وسلامة الجميع. وانت سالم وغانم.